والله وصي كلمة تتقال هي على أساس أنا استفزني شكون يستعمل كلمة رقاص شطاح في سياق غير سياق كما ما حبي للرابور وصحابي للرابور وكل شيء, لكن كلمة رقاص ولينا استعملوها تقولش عليها سب كي نشرب الماء يعني وليت أنسولت وليت سبا وليت ستيغما. دونك أنا اليوم تقلقني شيء هذايا ويستفزني كي رئيس الدولة يقول لا أنا مانيش معناها صنعة نحكيوا عليه رئيس الدولة من بعد خليه على الشيرة واحدة نحكيوا عليه أكثر. المواقف هذوما يستفزوني فما نجمش ما نجاوبش, فنحس روحي مسؤول على الرقص قبل ما نكون مسؤول على الرقصين معناها. فهمتك.